السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم قناة عالم الخيوط. رح نكفي اليوم دب الباندا الجزء الأخير يلي هو الرأس. منخلص الورشة كاملة إن شاء الله. كنا آخر دور، الدور رقم 8، كان معنا 27 غرزة. رح نكفي هلأ الرأس ونبدأ بالدور رقم 1. بحط أنا الماركر. رح اشتغل حشو تزايد على الفرونت لوب، على يعني على الجهة الأمامية من الغرز. عنا جهة خلفية وجهة أمامية. الجهة الخلفية اللي بتكون الباك لوب هاي، والجهة الأمامية اللي بتكون مقابلة أنا. رح اشتغل حشو تزايد على الجهة الأمامية فقط. حشو تزايد، طبعا حشو تزايد 13 مرة. رح كفي أنا حشو تزايد 13 مرة على الجهة الأمامية لوصل لعند الماركر وأرجع لكم. خلصت الدور وبقي عندي بالدور غرزة واحدة رح أعملها حشو. هيك خلصت الدور، انتهى معي الدور رقم 1 بـ40 غرزة. هلأ الدور رقم 2، هلأ الدور رقم 2 رح اشتغل على الحرف الفي كامل. بشتغل بالبداية 7 حشو، 1 2 3 4 5 6 7 حشو. رح اشتغل حشو تزايد 5 مرات. حشو تزايد اول مرة، حشو تزايد ثاني مرة، حشو تزايد ثالث مرة، حشو تزايد رابع مرة، حشو تزايد خامس مرة. لاحظوا التزايدات معي كانت على الجهة الإيد اليسار. هلأ رح نشتغل 9 حشو. 9 حشو رح تكون بالمنتصف من الأمام. 9 حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حشو. هاي 9 حشو كانت معي من المنتصف من الأمام. رح أعمل هلأ تزايد حشو 5 مرات. تزايد حشو تزايد حشو ثاني مرة، تزايد حشو ثالث مرة، تزايد حشو رابع مرة، تزايد حشو هاي خامس مرة. بضل عندي لنهاية الدور 4 غرز. 1 2 3 4. خلص الدور الثاني وانتهى معي بـ50 غرزة. هاي الدور الثاني 50 غرزة معي. هلا الدور رقم 3 رح اقلب الماركر. رح اشتغل 7 حشو. 1 2 3 4 5 6 7 حشو. رح اشتغل 2 حشو تزايد. 1 2 كمان 5 مرات تزايد لأول مرة. 2 حشو تزايد 5 مرات. هاي أول مرة، 2 حشو تزايد هاي تاني مرة، حشو
اتنين حشو تزايد تلاتة واحد اتنين تزايد اربع مرات واحد اتنين خمس مرات اتنين حشو تزايد خمس مرات. رح اشتغل هلا تسعة حشو فوق التسعة حشو اللي احنا اشتغلناهم بالدور رقم اتنين. تسعة حشو واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. رح اشتغل هلا تزايد اتنين حشو تزايد كمان خمس مرات. اتنين حشو تزايد واحد اتنين تزايد. هاي اول مرة رح كفيهم اتنين حشو تزايد خمس مرات. واحد تزايد للمرة الخامسة لآخر الدور بضل معي أربعة حشو. واحد اتنين ثلاثة أربعة حشو. هي خلصت الدور رقم ثلاثة. الدور رقم أربعة رح أقله بالماركر ورح يكون عندي تسعة حشو تزايد ست مرات. رح أشتغل أنا ورا الكاميرا. طبعا الدور رقم ثلاثة انتهى معي بستين غرزة. الدور رقم أربعة هيدا تسعة حشو تزايد رح ينتهي معي بستة وستين غرزة. رح أشتغل أنا تسعة حشو تزايد ورا الكاميرا وأرجع لكم. خلصنا الدور رقم أربعة على ستة وستين غرزة. الدور رقم خمسة حقله بالماركر. رح أشتغل خمسة حشو تزايد. خمسة حشو تزايد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة حشو تزايد. هلا رح أعمل عشرة حشو تزايد خمس مرات. عشرة حشو تزايد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حشو تزايد. رح كفيهم أنا عشرة حشو تزايد خمس مرات وأرجع لكم. عملت عشرة حشو تزايد خمس مرات. بضل عندي لنهاية الدور أربع غرز رح أشتغلون. أربعة حشو اثنين ثلاثة أربعة. انتهى معي هيدا الدور باثنين وسبعين غرزة. هيك صار عندي الشكل أنا اثنين وسبعين غرزة. هلأ رح اشتغل الدور رقم ستة للدور رقم تلتعش أدوار سبات. يعني رح اشتغل تمن أدوار سبات. رح اشتغل من ورا الكاميرا وارجع لكم. تمن أدوار سبات على اثنين وسبعين غرزة. رح اشتغل من ورا الكاميرا وارجع لكم. خلصت تمن أدوار سبات. هلا رح اشتغل الدور رقم 14. رح يكون معي بالدور رقم 14 عشرة حشو تناقص ست مرات. عشرة حشو تناقص. انا رح اشتغل ورا الكاميرا. عشرة حشو تناقص ست مرات وبصير عندي ستة وستين غرزة. عشرة حشو تناقص اثنين ثلاثة. الدار رقم 14 66 غرزة. الدار رقم 15 16 17 رح يكونوا أدوار سبات على 66 غرزة. رح أشتغل أنا 3 أدوار سبات على 66 غرزة. رح خلص المرة الكاميرا أرجع لكم. خلصت أنا 3 أدوار سبات. قبل ما كفي الرأس أنا كامل رح احط الجسم على جنب. رح اخذ اللون الاسود ورح نشتغل هلا القطعتين السود اللي بيكونوا تحت العين. باخذ اللون الاسود. رح نعمل خمس سلاسل. خمس سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. من تاني سلسلة رح اعمل ثلاثة حشو. واحد
اثنين ثلاثة حشو. بالغرزة الأخيرة رح أعمل ثلاثة حشو بنفس الغرزة، واحد اثنين ثلاثة بنفس الغرزة. بالجهة المقابلة رح أشتغل اثنين حشو، واحد اثنين، وبالغرزة الأخيرة رح أشتغل تزايد. هيك خلص معي أول دور. الدور الثاني رح أشتغل تزايد تزايد اثنين حشو، واحد اثنين ثلاثة تزايد، يعني بكل ثلاث غراز تزايد، واحد اثنين، هي تزايد بأول غرزة، هي تزايد ثاني غرزة، وهي تزايد ثالث غرزة. اثنين حشو، واحد حشو، اثنين حشو. بضل عندي غرزتين رح اعملهم اثنين تزايد. هاي اول تزايد، وهي ثاني تزايد. خلص معي الدور رقم اثنين. الدور رقم ثلاثة رح اعمل حشو تزايد. اثنين حشو، واحد حشو، اثنين حشو، حشو تزايد ثلاث مرات، حشو تزايد اول مرة، حشو تزايد ثاني مرة، حشو تزايد ثالث مرة. اثنين حشو، واحد اثنين، هاي اثنين حشو، حشو تزايد مرتين، حشو تزايد اول مرة، حشو تزايد ثاني مرة. الدور الثالث. هيك رح نكون خلصنا العين. طبعا رح قص الخيط انا شوي طويل، وهي كمان رح قصها. الخيط انا فكيت الخيط، قصيته وفلته. طبعا رح ادخل بحرف الفي كامل اول واحد، ما بعرف اذا مبين على الكاميرا، رح احاول اوضح لكم شوي. هاي حرف الفي كامل رح ادخل فيه انا، ورح اخذ الخيط اسحبه كله. حرف الفي الاخير اللي انا فلتت منه رح ادخل بنصه، ادخل هيك، رح ادخل انا بنصه، وبرجع باخذ الخيط وبسحبه وبشده حتى ما يبين عندي انا طرف. هيك هيدا الشكل رح يكون عندي من هاي القطعة تنتين، رح خلصهم وارجع لكم. هيك خلصنا طرفين العيون. فينا نحط العيون فيهم، بنحطهم تقريبا على الطرف او بتاني غرزة. نحن عملنا خمس سلاسل، بنحطهم بالغرزة التانية. هاي كان عندي انا هون الغرزة الاولى، وهي الغرزة التانية بحاول وسعها شوي. هيك هاي الطريقة. بجيب العين،
حطيت اول عين، حط العين الثانية كمان، هيك انا ركبت العيون على القطع. رح نحدد مكان الانف، بناخد المنتصف من الامام، ادوار السبات الثمانية اللي كانوا معنا رح يكون الانف هون. رح نعد عيد اول دور كان معنا، 1 2 3 4 5. هون نحنا خلصنا التزايدات، بعدين نحنا عملنا ادوار السبات، 1 2 3 4 5 6 7 8 ادوار سبات. هدول ادوار السبات نحنا رح نعد 1 2 3 4 5 بين الرابع والخامس، يعني بهيدا الدور. هيدا الدور نحنا رح نحط الانف، رح حدد انا المنتصف هيك هون، رح اخد هيدا المنتصف، رح اخد 3 غراز، وحدة قبله ووحدة بعد المنتصف يعني هيك، ورح حددهم انا عندي بشي فيني مثلا هيك، انا حددتهم بماركر. هلأ العيون، العيون طبعا رح يكونوا بنفس السطر، نفس السطر اللي احنا حطينا فيه الانف، رح يكون بين ال شو اسمه القطعة السود، رح يكون بيناتهم 5 غرز، يعني مكان غرزة العين رح تكون الساعة جنب شوي، ممكن يكون غرزتين او 3 غرز، 1 2 3. رح حط انا بالغرزة الرابعة، رح حط العين يعني بالغرزة الرابعة هيك، او رح حطهم بالغرزة الخامسة لانه ما مبين انه في غرزة، هيك نحنا عطينا شوية مجال للانف. والعين الثانية كذلك بنعد 1 2 3 4 5، رح حط انا هون، رح حط انا هون العين، هيك بيكون في 5 غرز بالنص بين العينتين والأنف، 3 غراز. هاي الطريقة فيني أنا هلأ أقبص العيون، هيك طبعا هيدا جزء منخيطه اخر شي بعد نحنا ما نخلص. والانف اذا بتحبوا تعملوه فورا كمان ما مشكلة. خلصنا من العيون، هلأ رح ننتقل للدور رقم 18، ورح اشتغل فيه 9 حشو تناقص، 9 حشو تناقص لنهاية الدور بصير عندي 60 غرزة. رح اشتغل انا ورا الكاميرا 9 حشو تناقص 6 مرات بصير عندي 60 غرزة، وارجع لكم. الدور رقم 19 رح يكون دور ثبات، دور ثبات على 60 غرزة، كمان انا رح اشتغل ورا الكاميرا دور ثابت 60 غرزة، ارجع لكم. صرت بالدور رقم 20، رح يكون معي 8 حشو تناقص لنهاية الدور، 1 2 3 4 5 6 7 8 حشو تناقص.
رح كفي أنا لنهاية الدور 8 حشو تناقص، لنهاية الدور بصير عندي 54 غرزة. الدور رقم 21 رح يكون عندي 7 حشو تناقص، 7 حشو، 1 2 3 4 5 6 7 تناقص. خلص أنا لنهاية الدور 7 حشو تناقص، بصير عندي 48 غرزة. خلصت الدار رقم 21، 7 حشو تناقص، 48 غرزة. هلا رح أحط حشو شوي قبل ما أسكر الرأس، طبعا بدنا نحط حشو كتير. بدنا نحاول نطبس الحشو قد ما فينا، طبعا احنا هون بدنا نحاول نعمل له خدود. بدنا ناخد الحشو على جنب شوي ونكبس، بننزل الحشو لتحت ونكبسه على الجوانب. راح اكتفي انا بهذا القدر شوي هون لبين ما كفيت انا الادوار، لسه بحشي طبعا. هلا انا عندي الدور رقم 22، 6 حشو تناقص، 6 حشو تناقص، 1 2 3 4 5 6 حشو. بينتهي معي الدور 42 غرزة، رح خلصهم أنا وأرجع لكم. هلأ صار معنا الدور رقم 23، رح يكون 5 حشو تناقص، 1 2 3 4 5 تناقص. رح كفي أنا لنهاية الدور 5 حشو تناقص، بينتهي معنا ب 36 غرزة. الدور رقم 24 رح يكون معي 4 حشو تناقص، 1 2 3 4 تناقص. بينتهي معي الدور 30 غرزة، رح خلصه أنا ورا الكاميرا وأرجع لكم. 4 حشو تناقص. الدور رقم 25 رح يكون عندي 3 حشو تناقص، لنهاية الدور بصير عندي 24 غرزة. 3 حشو، 1 2 3 حشو تناقص. رح خلص أنا لنهاية الدور 3 حشو تناقص وأرجع لكم. الدور رقم 26 رح يكون عندي 2 حشو تناقص، 1 2 تناقص. رح كفي أنا لنهاية الدور، بضل عندي 18 غرزة، 2 حشو تناقص. ضل عندي دورين أنا، بس قبل ما أخلص رح أرجع أحشي. لسه بحاول باخد الحشو على الجوانب قدر الإمكان.
ده الرقم 27 رح يكون عندي 1 حشو تناقص لنهاية الدور، بصير عندي 12 غرزة. رح خلص أنا 1 حشو، رح خلص أنا 1 حشو تناقص لنهاية الدور. الدور رقم 28 والأخير رح يكون معي 6 تناقصات. بضل عندي 6 غراز رح سكرهم أنا بالنهاية. هاي تناقص، أنا هيك خلصت. رح أقطع الخيط، رح شيل الماركر، رح سكر الدائرة وآخذ بس الأطراف الأمامية. هيك انا خلصت الرأس. هلا رح انا ثبت الاذنين ونعمل الانف. الاذنين رح يكونوا من دور التناقص السادس. 1 1 2 3 4 5 6 تقريبا من هون. احنا رح نحددهم هيك بالتناقص السادس، والأذن الثاني نفس الشيء. هيك فيكم تحددوهم بدبابيس. والطرف الثاني بيكون على رياحته. ادخل انا من مكان ما حطيت انا الغرزة الاولى واطلع بالدور السادس. رح ادخل بالاذن مشان تتثبت. طبعا فيني اشيل هلا هدول. هيك انا ثبتت اول اذن. فيكم تخيطوها من هاي الجهة، بس انا رح ثبتهم بس على الاطراف. يعني رح اطلع وادخل من نفس الاماكن اللي انا دخلت فيها بالبداية. هاي الطريقة، هاي الأذن الأولى. رح ثبت أنا الأذن الثانية. وبطلع
من ورا من أي مكان. هيك أنا ثبتت الأذنين. هلا عبيت الإبرة وأنا رح أعمل الأنف. رح أدخل من حيال لمكان وأطلع بالأنف من بأول غرزة. هيك راح حدد الأنف بهدول الغرز ثلاثة. هيك تقريبا تمام. هلا رح ناخد شوي لتحت تقريبا سطر اثنين، بحط بالثالث، بنحاول يكون بالمنتصف بهي الطريقة. رح ادخل انا تحت الانف هيك، رح اعمل انا تم ضاحك شوي. فيني اخد غرزة مثلا من هون حتى يكون ضاحك. هيك رح اروح للجهة المقابلة، غرزة هون، رح ارخي الخيط شوي لتحت وادخل بنهاية الفم من هون. بنحاول قدر الإمكان يكون الشكل معنا متناظر. فيكن تعيدوها مرتين إذا بدكن. بدخل وبرجع بطلع من أول مكان أنا دخلت عليه مشان نخفي الخيط. بلشت الملامح تظهر وبلش الباندا يبين معنا. هلا هدول العيون شوي رح نقلبهم هيك على جنب، هيك خليهم بشكل مايل هيك. فينا نعبي خيط ونثبتهم، وفيكن كمان بالسيليكون ثبتوهم بهي الطريقة. رح ثبتهم أنا على السريع كرمال ما يطول عليكم الفيديو، بس المهم إنكم تحطوهم هيك. وفيكم تثبتوهم مثلا بدبابيس حتى ما يتحركوا بالتثبيت ويخرب الشكل ويصيروا كل وحدة شكل.
رح اعبي هلا لون ابيض واعمل اللون الابيض اللي تحت العيون، اعمل اللون الابيض اللي تحت العيون، بدخل من حي الله مكان وبطلع بطرف العين، من هون رح ادخل طرف العين تقريبا من الامام، من هون بحاول اطلع انا من هون، بس اذا ما قدرتوا تطلعوا من هون فيكم تطلعوا من اي مكان بدكم اياه. برجع رح ادخل من المكان نفسه واطلع بالتناظر من طرف العين من الامام، هيك انا خلصت طرف العيون من تحت. رح اشبك الخيطين سوا، رح اخذ هلا اللون الزهر حتى اعمل هون. فيكم تعملوه بالمكياج ميك اب، فيكم تعملوا مثلا دائرة سحرية بقلبها 6 حشو 6 غراز، بس رح تكون نافرة كتير، لهيك انا رح اعملها بهي. رح ادخل من حي لمكان واطلع بطرف العين من تحت باللون الاسود يعني هون هيك، بترك شوية خيط، رح اخذ الغرزة اللي جنبها بهاي الطريقة هيك بكفي. برجع بطلع من نفس المكان بروح للعين الثانية بالتناظر، رح ارجع على مكان انا اول مرة دخلت منه. فيني اطلع من هاي الغرزة قريبة سهل تكون، برجع بدخل من نفس الغرزة لاوصل انا للغرزة اللي بدي اياها. هاي طريقتي انا باخفاء الخيوط. رح اعمل انا رموش، بدخل من حي لمكان، رح اطلع بطرف العين سطر 2 3 سطور طرف العين هيك يعني. تقريبا باخد غرزة 2 3 بالرابعة السطر الاول والثاني، رح روح انا للجهة المقابلة تقريبا، رح نعد، عديت 1 1 2
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. بالتاسعة رح أحط أنا الإبرة، هيك صارت فوق العين. رح عد واحد اثنين ثلاثة وأنزل سطرين تحت العين بهاي الطريقة. رح نرجع نحن للخيط الأول، فينا نطلع إذا كانت صعبة شوي، فينا نطلع من حي من أي مكان. نرجع نطلع من الغرزة الأساسية. رح استخدم انا اللون الازرق الغامق تقريبا، فيكن تستخدموا اللون بدكن اياه، حتى فيكن تستخدموا مثلا لون الاسود او لون البلوزة نفسه. انا حبيت اكسره بلون تاني. اشتغل خمس سلاسل، واحد اثنين ثلاثة اربعة، هاي خمس سلاسل. طبعا ما رح اشتغل انا بهيدا السطر، لا رح اشتغل على الاطراف، الأطراف الموجودة عندي. رح أقلب أنا الشغل هيك، رح أشتغل على أول طرف، واحد يعني بمسك الشغل بالمقلوب، ثلاثة أربعة، وبغرزة البداية رح أعمل واحد، بقلب الشغل هيك ليطلع انا عندي طرف بسيط، واحد اثنين ثلاثة اربعة، وبالغرزة اللي تركناها اول شي كمان رح اعمل واحدة. بصير عندي عشر غرز. هلأ رح كفيهم انا تقريبا العشر ادوار او 11 دور حسب ما نحن نشوفه مناسب، ادوار ثبات يعني، قبل ما رح نزيد او ننقص عليهم. رح خلصهم ارجع لكم. هي انا خلصت العشر ادوار ثبات. هلأ رح سكر اطبق الشغل على بعضه هيك وسكرهم بخمس غرز حشو، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هاي خمس غرز حشو. بقص الخيط وبخفيه. رح أجيب اللون الأزرق الثاني الفاتح، رح أخذ مثلا أحط الإبرة بهاي الطريقة، هيك انا خلصت ببيونت الصبي. فيكم تلزقوها لزق، وفيكم تخيطوها، وفيكم تعملوها بالطريقة اللي بدكم اياها. انا حاليا رح اعملها بهاي الطريقة.
ممكن مع الفرز يكون الشكر بس. ببيونت البنوتة رح ناخد خيط باللون اللي احنا بدنا اياه، رح اعمل دائرة سحرية سكرها بغرزة، رح اشتغل 4 سلاسل، 2 3 4 سلاسل، رح اعمل غرزة عمود بلفتين، بصير عندي 4 سنارة، باخد 2 بصير عندي 3، باخد 2 بصير عندي 2، باخد 1 وبضل على الغرزة الأساسية. رح أعمل 4 عمود بلفتين، هي 2 طبعا داخل الدائرة السحرية، 3 4، رح أعمل 4 سلاسل سكرهم بالدائرة السحرية بمنزلقة، بطلع 4 سلاسل، رح أعمل 4 عمود بلفتين. رح أعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4، وسكر بالدائرة السحرية بمنزلقة. فيني شد هلا الدائرة السحرية وفيني أقطع الخيط. أفكه كمان. وخيط الباقي معنا، أو فينا نستبدل الخيط تاني بلون تاني. رح نلفه هون بالمنتصف هيك بشكل متساوي طبعا، واخر شي بنربط الخيطين من ورا حتى ما تفك ابدا. هيك بنكون خلصنا ببيونة البنوتة. فيكن تعلقوها هون حتى فيكن تعملوا نفس الببيونة هون كمان، ما بتفرق يعني. هيك انا بكون خلصت عندي دب الباندا. طبعا هدول انا اشتغلت سلاسل، بلشت من هون حطيت سلسلة واشتغلت سلاسل لوصلت لهون، يعني ما عدت السلاسل. انا فيكن انتو تشتغلوا لحتى تحسوا انه العدد صار كويس، ما يكون عدد كتير وما يكون عدد قليل حتى ما يكون كتير مشدودة. بسكر انا بالمنتصف بغرزة حشو، برجع بعمل سلاسل مرة تانية وبحط هون، بعمل هون غرزة حشو طبعا، بسكر الخيط وبربط الخيطين ببعض، طلعهم من نفس المكان مثل ما كل مرة بعمل، بربط الخيطين ببعض وبسكر الشغل. هيك انا بكون خلصت دب الباندا الظريف المهضوم فعلا حلو كتير. بترون الست ماجدة، سلم ايدي يا رب، كتير انبسطت بشغله وناطرة تطبيقاتكم الحلوة من الورشة الحلوة اللي عاملنا نحن على الواتس اب لتطبيقات الصبايا. سلم ايديكم جميعا يا رب. ما بننسى انه البترون الست ماجدة سلبي الصياد. ان شاء الله يكون عجبكم ويكون شرحي كويس والتفاصيل تكون واضحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.